شوفوا بنات، بتكلم عن هذيلا. هذيلا ميني برودكتس من The Balm، او اسمها يعني The Balm Cosmetics. احلى الاشياء من The Balm حاطين لكم اياها بهالمقلمة الصغيرة، مسمينها Travel Set. اوكي، اول شيء ماسكرة حاطين لكم ميني وايد حلوة اسمها مادلاش، اليوم استخدمتها. برايمر حاطين لكم اياه قبل الميك اب اليوم استخدمته، واستخدمت هذا البرونزر مالهم. شوفوا حتى مستخدمته انا، سوري يعني، بس استخدمته. اوكي شوفوا بهاما ماما اسمه، وهذا تقولوا لي اليوم ميك اب حلو، استخدمت هذا البلاشر، تعرفون اللي هو لا هو الفاتح ولا هو الغامج، يعني وايد حلو حق البشره. وهذه الاضاءه مالتهم اللي هي احلى لون عندهم، الفاتحه تينن. فاستفيدوا من هالعروض الحلوة اللي يعني حتى أسعارها جدا مناسبة، وأنا اللي عجبني الحجم، يعني كلهم حطيتهم هني وقطيتها بجنطتي. تقدرون تستخدمونهم حق شاليه، حق طلعة سريعة سريعة حاطتهم الجنطة، حق سفر، لأن هو اسمه أساسا الكولكشن هذا الصغير ترافل سايز. هذا يخلي الوجه مات. أوكي، وتخيلوا هالكيوت، هذا الكيوت الكيوت، شوفوا كيف هذا. انزين هايلايت، ويت، ما عليكم من حجمه صغير، ترى هو شوفوا كيف، شفتوا كيف الهايلايت هذا قوي قوي بمعنى الكلمة يعني. اوكي، الهايلايت الكيوت. وهذا البرونزر، طبعا البرونزر وايد 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 يعني يوم تحطونه على وجهكم، خاصة لما تحددون وجهكم صح تطلعون جمال الجميلات. اوكي، وهني عندي البلاشر، شوفوا كيف احجامهم وايد صغيرة يا جماعة، تكفي حق جنطكم الصغيرة. بس طبعا ما انسى المسكرة، انا اموت على شيء اسمه مسكرة، لان المسكرة يعني تعرفون عادي يغير يعني شي يبين عيونكم وايد وايد يعني حلوين. الحين راح اوريكم من وين ماخذ هالاغراض. اوكي، باي. هذا الله يسلمكم جنطة فيها مجموعة منتجات، حجمها حجم الترافل سايز اللي هو حجم السفر. طبعا كل الأشياء اللي موجودة حلوة، منها هذه الإضاءة من ماريلو. على فكرة ترى والله يعني أروح 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 وأرجع على ماريلو، وايد حلوة هالإضاءة هذه، صدق صدق حلوة. أنا أقول لكم ليش حلوة، الحلو فيها إن هي مو بس هي مو بس تعطي هايلايت، هي تنور المنطقة. يعني نقول مثلا تحت العين الحين تحسين ان اللون مو منور وكذي، اذا حطيتي منها اضاءة تنور تحت المنطقة. هذا الله يسلمكم، نفتح مع بعض ونوريكم. طار كونتور، شوفوا لونه حلو، طبعا اللون بالتصوير غير عن بالصج، لان اللون فيه طقة اورنجي، ترى هو بالتصوير مبين حيل غامج. فهذا كونتور حلو حجمه صغير، هذا الله يسلمكم. هذا نفسخ ما تستحي بلاشر، شوف شحالات لونه خيال. وهذا الله يسلمكم فلولس فيس اللي هو what is this face primer. اوكي، برايمر حق البشرة حق الوجه. اوكي، وهذا الله يسلمكم ماسكارا، احب الماسكارات الصغيرة. وهذه الإضاءة اللي قلت لكم عنها، تيجي نفتحها. اختي قلبي حلوة صغيرة، ياي تجنن تجنن تجنن، ودي ابوسها وايد، تجنن وايد حلوة وايد حلوة. هايلايتر ماريلو انا احبها، الدرجة الثانية ما احبها، انا احب درجة ماريلو. تذكرون لما حبينا فيها قبل 500 سنة؟ بس في اشياء وايد حلوة كلها سايز ميني. ماريلو اللي هو الهايلايت، وعندكم هذا اللي هو الفلولس فيس البالم حق الوي البرايمر قبل الفاونديشن، وعندهم هوت ماما معاه بالست، وبهاما ماما هذا وايد قوي، وعندكم الماسكرا اللي هي المادلاش. هذا ست كله عليه عرض الحين، وايد حلو نازل في بوتيكات. شوفوا حاطين لكم نبذة عن كل منتج موجود في الست، راح أحط لكم رقمه. طبعا هم The Balm دايما كذي بين فترة وفترة ينزلون البست سيلر عندهم، يسوون ست يحطون يجمعون فيه يعني الأكثر مبيعا عندهم أو الأكثر طلب عليه. طبعا هذا البهاما ماما هو هايلايت، سوري كونتور،
باودر من أحلى الكونتورات كونتورات اللي تسوون فيها كونتور الخشم قوي قوي وايد حلو لونه ممتاز. وهذا الباودر هوت ماما أنا استخدمه شادو وبلاش. شوفوا مكتوب ما شاء الله علي، أنا ترى بروحي كنت استخدمه شادو وبلاشر بس توني أدري إنه هو فعليا رسميا شادو وبلاشر. أما هذه الماسكرة ما جربتها للأمانة، شكلها جميل، البرايمر قوي لا يعلى عليه. أول منتج من هالمجموعة بنات عبارة عن برونزر، يعني ممكن نستخدمه ككونتور، وهم من بعد ممكن نستخدمه حق الوجه كامل في حاله حبينا نغمج اللون شوي. اللون الثاني أو المنتج الثاني هذا هو عبارة عن بلاشر ممكن نستخدمه حتى كأي شادو وايد فظيع، بس أوريكم اللون لحظة شوي بس. شوف اللون أني مع دواء أكثر لحظة. اللون عجيب عجيب بنات، يعني كأي شادو حتى كبلشر ما بين الذهبي والوردي مخلوط مع بعض، روعة روعة. بشكل سريع كثير حبيتهم هدول، مجموعة يعني من ذبالم ميني صغار كثير ممتازين لشنطة البحر أو حتى للسفر بأنهم ميني. حطي لكم essentials أشياء ضرورية، يعني هذا مثلا مرطب للشفايف وكمان بيس للبشرة شفاف لونه، هذا مثلا بلاش، هذا هايلايتر، وهذا كونتور اوكي، ومسكرة ووتر بروف. كثير حلوين يعني هيك كلهم مع بعض، بيجوا بهذا الكيس الصغير فمناسبين انك تاخديهم معاكي وين مكان ان شاء الله. سون رح نعمل ميك اب توتوريال رح استخدمه. جنطة مرتبة من ماركة ذبال فيها كل شيء، حاطين فيها احلى بلاشر عندهم البست سيلر، واحلى كونتور هذا عاد الكونتور وايد احبه، اللي شوي مايل على رمادي يعطيكم صج نحت. احلى اضاءة عندهم الاضاءة اللي تعطيك، الحين رح اوريكم شوية كنا ماي وجهكم، المسكرة وبرايمر حق الوجه مثبت. فكل هذا تجيب جنطة مرتبة حق السفر، ما تحتاجين إلا تجيبين حمرتك معك. شوفوا الحجم نتفة، مو بس حق سفر يعني، حتى إذا مثلا بنروح عرس وايد أتوهق بس أحط الحمرة، زين أبي أشياء ثانية، أبي بلاشر، أبي ما يكفي. هذا نتفة حق جنطة العرس، تزيدين الإضاءة، تزيدين البلاشر، تزيدين الكونتور، كلهم انتفى انتفى يشوقون. إضاءتهم صج ما عليها كلام، شوفوا بارك الله تينن على الوجه، حطيتوها الصج طبعا نحطهم مسحة خفيفة مو كذي تكثرون، لا نتفه بالأماء على الخشب على التشيك بونز، تينن مع برونزر وماسكرا وبس. ساعات شنو أحب أسوي، أحط شو اسمه هذا إضاءة وأحط مسحة خفيفة من البلاشر أو أي بلاشر فوق الإضاءة، وهذا أشوف أعطني بحط لك واجرب لك الحين، وهذا الكونتور ينحت لحالته.